ينضم إلينا من سيدني بيتر ماجواير الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم أستراليا. أهلا وسهلا بك سيد بيتر، كل عام وأنت بخير. نرحب بك عبر مؤشرات الشرق وعلى شاشة الشرق، ونقول لك عام سعيد نتمناه لك. يعني تابعنا هذا الأداء للأسواق العالمية، ما المؤمل، ما هو المتوقع في العام الجديد وفق السيناريوهات التي تضعونها؟ مساء الخير وكل عام وأنتم بخير، وتحية لكم من سيدني. سوف نكون أمام ربع أول لافت، وخاصة فيما يتعلق بأداء الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي وأسعار الطاقة، وأيضا يجب أن ننظر ما الذي سيحصل للتضخم وأسعار الفائدة. إذا كل ذلك يؤدي إلى حالة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالتداولات، وبرأيي سنرى الكثير من التقلبات في أول 90 يوما من هذا العام الجديد. طيب، نتحدث عن المقارنة بين العام الماضي وهذا العام. تحدث زميلي قبل قليل عن لائحة التغيرات في الثروات في العالم، تأثير ذلك بأيضا تغير القيم السوقية للعديد من الشركات. سمعنا عن تسلا خسرت 750 مليار دولار من قيمتها خلال هذه السنة، ونزلت تراجعت قيمتها إلى 350 مليار بالمقارنة أيضا مع أبل، تراجع ب 27% منذ بداية العام. يعني شركات تكنولوجية كبيرة، وفي المقابل أيضا كما ذكر زميلي وارن بوفيت، نسبة التراجع لديه في قيمة ثروته هي في حدود المليار ونصف مليار، وكان تمسك بأسلوبه القديم في الاستثمار، وكان لديه هذه الطريقة التي لم يتخلى عنها، حارب الطرق الأخرى. هل الاستثمار بطريقة وارن بوفيت مستقبلا هو الأأمن في المرحلة المقبلة؟ إذا نظرنا إلى الأداء التاريخي لبافيت في آخر نصف قرن، كان أداؤه مثيرا جدا ولافتا للاهتمام. هو حقق أنجازات كبيرة، وبرأيي العام 2023 سينطوي على سيناريوهات كثيرة. وإذا كان السيد بافيت محظوظا كما كان دائما، فربما يكون الشخص الذي يجب اتباع خطاه في مجال انتقاء الأسهم، ويمكن جميعا أن نرى تراجعا كبيرا في أسواق الأسهم إذا ظل الإطار الحالي منطبقا في النصف الأول من العام. طيب، واضح أنه يعني في هذا الإطار، بما أنه نتحدث عن الأثرياء، نتحدث عن الشركات، أسهم شركات القيمة كانت متفوقة على أسهم النمو، بالتالي السؤال هنا في 2023 هل ستستمر هذه الحالة؟ هل ترون هناك قطاعات واعدة في هذا العام في الأسواق؟ ما هي وأين تكمن الفرص؟ لا شك أن هناك بعض القطاعات التي تقدم أداء أفضل، وهذا الأمر اتضح في آخر عامين، رغم أن بعض القطاعات كانت قد تعرضت لضغوط هائلة وتعرضت لهبوطات حادة وقدمت أداء سيئا. في المقابل كانت هناك قطاعات ذات أداء جيد. هل سيستمر هذا الأمر في 2023؟ نحن قلقون من قطاع الشحن والنقل والخدمات، ونحن قلقون بخصوص ما سيحصل للتضخم، ولكن مع فتح الصين لأبوابها من جديد، هذا الأمر سيعطي دفعة إيجابية لعموم أسواق آسيا، وقد تكون الصين من الأسواق المعرضة للصعود. فالاقتصاد الصيني والشركات الصينية، ومع وجود طلب عالمي على هذه السلع من الصين، هذا الأمر سيعطيها دفعة إيجابية. ألا يوجد مخاوف مما يحدث في الصين اليوم بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد في المرحلة الماضية؟ يعني كانت التوقعات، مجرد الإعلان عن هذه الأخبار رأينا ارتفاعات في الأسواق، ولكن الأرقام، أرقام الحالات وطريقة
تعامل العالم والطائرات مع موضوع صفر كوفيد أو نهاية حقبة صفر كوفيد في الصين وانعكاسه على العالم، هل يمكن أن يكون له أيضا انعكاسا سلبيا؟ هل يمكن أن تتغير الصورة ولا نرى النمو المتوقع؟ Well, from a global standpoint, I think you're going to see a من الناحية العالمية ومع إعادة فتح الصين، هذا الأمر سيزيد الثقة بالصين، وهذا يعني أن المستهلك الصيني سيسافر إلى دول العالم بعد أن حجز في بلاده، وهذا الأمر يدعم الاقتصاد العالمي من خلال السفر والتسوق، وكذلك الطلب المحلي سيتحسن. أسعار العقارات كانت تدعو للقلق، لكن الصينيين سيتعاملون مع القطاع العقاري بشكل فاعل برأيي، وبرأيي ستكون هناك فرص متاحة في آسيا، فإننا نتحدث عن قاعدة كبيرة من الدول وفيها 3.5 مليار إلى 4 مليارات نسمة في هذه القاعدة الكبيرة من الدول في آسيا. بيتر ماجواير الرئيس التنفيذي لشركة إكسام أستراليا، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، نتمنى لك عاما سعيدا، كنت معنا مباشرة من سيدني.